لازم نعلم التلميذ تاعي فكرة انه الجمع المتكرر، انه كي نجي نجمع هذه وهذه 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 ما نحسب شحال استقامت. الجمع المتكرر معناه الضرب، يعني نضرب القيمة المعطاة في عدد المرات اللي تكررت فيها هذه القيمة. يعني هنا يكون عنده فكرة. هنا نخليو هذه الوسخ للمعطيات، التلميذ دائما يخلي الوسخ للمعطيات ويروح ينظم إجابته في ورقة الإجابة ويكتب كالتالي. لن نديروها هنا. الحل تاعنا واش راح يكون فيه؟ نعلموه باللي راح يكون فيه العمليات العمودية والأجوبة، ونرفقوها بالعمليات الأفقية لأنه كل حاجة عندها نقطتها. كنجيو لتوزيع النقاط في الوضعية الإدماجية. إذا قلنا 600 في 21، يعني 600 تكررت 21 مرة، إذا هو جمع متكرر، إذا نستطيع أن نعوضه بالضرب. يعني راح نضرب 600 في 21. احنا تعلمنا دايما من الأفضل نحطوا العدد الكبير من فوق باش يجيني الحساب سهل. 600 في 21 تساوي 1 في 0 راح يكون 0، 1 في 0 راح يكون 0، 1 في 6 راح تكون 600. أضع النقطة. 2 في 0 راح تكون 0، 2 في 0 راح تكون 0، 2 في 6 12، وأقوم بعملية الجمع الضرب في عدد من الرقمين. ثم نجمع 0 زائد لا شيء 0، 0 و0 0، 6 و0 6، 2 ولا شيء 2، 1 زائد لا شيء 1. إذا هذا الذي وجدناه ما هو؟ هل عدد المرات لديه قيمة؟ لا. إذا الثمن هو الذي له قيمة. إذا هذا هو ثمن كل البرتقال، يعني المطلوب منا ثمن شراء البرتقال. مطلوب من التلميذ يكتب العملية الأفقية لأنها تدي علامة كبيرة، وما نهملوش العملية العمودية عفوا، وما نهملوش العملية الأفقية لأنها هي أيضا تأخذ علامة عليها. 600 في 21 تساوي 12600، وخطوة ضرورية هي أننا لا ننسى الوحدة دينار جزائر، الوحدة مهمة. ثم أصيغ الجواب، يعني كما في البناء الفكري في اللغة العربية، وقال أحسب ثمن شراء البرتقال، أقول له 1 ثمن شراء كل البرتقال هو 12600 دينار، ولا أنسى الوحدة. دايما أكد الوحدة. العملية الثانية، أحسب ثمن بيع كل الصناديق. يعني هي نفس الصناديق، باعها يعني 21 صندوق، صندوق وصندوق وصندوق، تكررت 21 مرة أيضا، لكن هنا القيمة تاع الثمن اختلفت. شحال ولات؟ 750. إذا 750 هي اللي راح تتكرر 21 مرة. وحنا قلنا قبيل باللي الجمع المتكرر، يعني 750 750 750 إلى آخره 21 مرة، هي عبارة عن ضرب. نقدر نعوضها بعملية الضرب. 750 في 21 تساوي 1 في 750، مباشرة أضع 750، يعني العدد في 1 أضعه مباشرة. هذه لازم يكون التلميذ على دراية بها. اثنان في صفر، نضع النقطة. اثنان في صفر صفر، اثنان في خمسة صفر 10، وأحتفظ بالواحد. الواحد دايما نحطه في دائرة، لأنه كاين تلاميذ ما ينتبهوش للاحتفاظ، من الأحسن يحطه في دائرة باش كيجي يحسب يكون على باله باللي خلى احتفاظ. الآن اثنان في سبع 14، هذا الواحد ما حش نضربه فيه، راح نجمعه 14 زائد 1 وتساوي 15، ثم أقوم بعملية الجمع. 0 5 7 5 1. إذا ثمن بيع البرتقال هو 15750، ونفس الشيء نكتب العملية الأفقية ولا أنساها. في 21 تساوي
15750، وأكرر وأعيد وأؤكد على الوحدة، ثم أصيغ الجواب. أحسب ثمن بيع كل صناديق. إذن ثمن بيع كل الصناديق هو، وأكتب الثمن مباشرة، دينار، ما ننساوش كلمة دينار لأنها هي الوحدة. ثالث حاجة واش طلب مني؟ هل ربح الخضار أم خسر؟ هنا نعود التلاميذ تاعنا، كيقول لك رابح أو خاسر، دايما نهزو القيمة الجديدة ونقصوا منها القيمة الأولى. إذا لقينا صفر ما هو خسر ما هو ربح، إذا لقينا عدد كبير شوي ولا مهم عدد، هذاك هو القيمة اللي ربحها. إذا ما قدرناش نديرو القيمة كانت ثمن البيع أصغر من ثمن الشراء، أكيد هو هنا خسر في تاع التجارة. إذا أطرح 15750، أطرح منها 12600. كيف أكتب العدد هنا من اليمين إلى اليسار باه يجوني المراتب تحت بعضهم؟ خطر بزاف تلاميذ يوقعوا في الخطأ، هو على باله بالعملية لكن بسبب ترتيب المراتب يروح له كل شيء. صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص صفر خمسة، سبعة ناقص ستة واحد، خمسة ناقص اثنان ثلاثة، وواحد ناقص ثلاثة صفر. إذا التاجر رابح أم خسر؟ هنا استفاد من هذا الثمن اللي هو 3150، وبذلك فهو رابح. نعاود نكتب العملية تاعي أفقيا. 15750 ناقص 12600 وتساوي 3150 دينار. دائما ما نساوش الوحدة. ثم أصيغ الجواب. نعم ربح التاجر كم؟ 3150 دينارا. هكذا نكون قد أجريت المسألة وأخذت علامة كاملة. نبه الحاجة بك، كاين أساتذة ويعني أولياء صادفت باللي يقولوا أنه الأولاد تاعهم ما يفكروش في الوضعية، يعني يلقى هذه يجمعها مع هذه، يلقى هذه يجمعها مع هذه. دايما هنا ننبه الطفل باللي الجمع يكون غير من نفس الوحدة. هل أستطيع أن أجمع الثمن مع الصناديق؟ نقدروا نجمعوا الدراهم والصناديق؟ لا. إذا راح يكون يا إما ضرب يا إما قسمة، وبحسب السؤال راح نفهموا إذا كان ضرب أو قسمة. يعني هذه خطوات بسيطة لحل مسألة، ونتمنى تكون فادتكم. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولأخذ علامات يعني ممتازة في شهادة التعليم الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.